بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل درس التفسير في هذا اليوم المبارك من رجب من عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفت في عند سورة التكاثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أهل العلم تحدثوا عن هذه السورة التكاثر وما بعدها، قالوا أنها تتحدث ما بعدها وعن أهوال يوم القيامة، يعني لاحظوا هذا الملحظ. ثم لاحظوا أن ما بعد التكاثر، وهي التي تقدم تفسيرها سورة العصر، أنها تتكلم عن الإنسان وما يتعلق بالإنسان. ومعنا اليوم هذه السورة، سورة التكاثر. وهذه السورة مكية، وبعض العلماء قال إنها مدنية، والصحيح أنها مكية. ومناسبتها لما قبلها، أنه سبحانه وتعالى في السورة التي قبلها، لما تحدث سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة عن أهوال يوم القيامة، تحدث هنا عن شيء من أهوال يوم القيامة، وهو أن الناس، وهو رؤية الجحيم والسؤال عن النعيم. وهذه السورة هي ثمان آيات، وهي 28 كلمة، وهي 120 حرفا، والحسنة بعشر أمثالها. فإذا ضربت 120 حرفا في 10، كم يصبح من الأجر العظيم في قراءة مثل هذه السورة؟ وهذه السورة كلها محكمة كما قال أهل العلم، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. يقول الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر، يعني أشغلكم. اللهو هو الانشغال، أو الانشغال عن بالشيء. فقوله تعالى: ألهاكم التكاثر، يعني أشغلكم التكاثر. ولم يقل ألهاكم أو أشغلكم التكاثر بالأموال أو الأولاد أو كذا إلى آخره، وإنما أطلق التكاثر. فمعنى ذلك أن كل شيء يشغل عن الآخرة فهو مذموم، أي شيء يشغل الشخص عن الآخرة فهو مذموم. من ذلك التفاخر والانشغال بالأموال والأولاد، والتفاخر بالأحساب والأنساب وإلى آخره، أو التفاخر بالعلم أو التفاخر بكذا، وهو لا يستفيد من هذا الشيء بل يشغله عن طاعة الله، فهذا مذموم. لأن العرب تقول عن في قوله ألهاكم التكاثر، يقال ألهاه عن كذا، ألهاه إذا شغله. ومن ذلك قول امرئ القيس في معلقته: فمثلك حبلى، وهو يتكلم عن محبوبته، قال: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، فألهيتها، يعني أشغلتها، فألهيتها عن ذي تمائم محولي. يقول: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، فألهيتها، يعني أشغلتها، عن ذي تمائم محولي. فالإلهاء هو الإشغال، ويقال لهوت بكذا ولهوت عن كذا، أي اشتغلت عنه بلهو. ألهاكم التكاثر، والتكاثر معناه التباري في الكثرة والتباهي بها،
وأن يقول هؤلاء نحن أكثر منكم أموالاً وأولاداً، ويقول الآخر هكذا، فيشغلهم ثم يحصل فتنة ويحصل تمزق الصف ووحدة الصف، فكل هذا نهى عنه الإسلام. وقد ذكر أهل العلم أن سبب نزول هذه الآيات أنه تفاخر حيان من العرب، قيل عبد مناف وبنو سهم، وقيل تفاخر حيان من العرب في المدينة الأوس والخزرج، وقيل تفاخر حيان اليهود، وقيل أنه كان العرب في الجاهلية كان أحدهم يفخر بالآباء والأجداد، ويقول بعضهم كان أبي كذا وكان جدي كذا وكانت عشيرتي كذا وكان كذا إلى آخره. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لأنهم كانوا في مناسك الحج يتفاخرون بالآباء والأجداد. فهذان الحيان من القبائل العربية لما تفاخر بعضهم مع بعض وكل واحد يقول منا فلان ومنا فلان، وبدأوا يعددون الأحياء، قالوا ما لو ذهبنا إلى المقابر لنعدد أيضا الأموات من الحي من 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 من, من, من هذه من, من من هذين الحيين. فذهبوا إلى المقابر وبدأ الواحد منهم يقول منا فلان مدفون فلان ومات فلان وهكذا. والمقابر أيها الإخوة، يعني الله سبحانه وتعالى جعلها عبرة، جعلها عبرة لنتذكر بالآخرة، ولم يجعلها للتفاخر والتباهي فيما بين الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لكن هؤلاء ماذا فعلوا لما تفاخروا بالأحياء؟ ماذا قالوا؟ قالوا بقي نتفاخر بالأموات، فذهبوا إلى القبور وبدأ يتفاخرون بالأموات منهم، هذا يقول منا فلان وهذا يقول منا فلان. فالله تعالى يقول: ألهاكم التكاثر، وأطلق التكاثر، لم يقيده بمال ولا ولد، ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد وغير ذلك حتى زرتم المقابر. والمقصد من هذا أنكم استمرار، يعني كنتم على هذه الغفلة وهذا الانشغال حتى الواحد منكم زار المقبر، يعني حتى الموت، حتى مات، حتى مات ودفن في قبره وهو لم ينتهي عن هذا العمل المذموم المشين. ويجب علينا أيها الإخوة أن ننتبه إلى هذا الموضوع، موضوع التفاخر بالقبائل أو بالعشائر أو بالأحساب أو بالأنساب. الإسلام وضع معياراً: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى ليوحد الصفوف ويجمع الكلمة، فإذا بدأ الناس يتنافسون فيما بينهم وأنا من فلان وهذا من فلان وهكذا وهكذا، تمزق الصف. وهذا ينهى عن الإسلام، فالإسلام يأمر بوحدة الصف واجتماع الكلمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتكاثر والتفاخر بالقبائل والعشائر والأحساب والأنساب هذا يقف منهم الإسلام موقف الصرامة. وفي قوله سبحانه وتعالى: حتى زرتم المقابر، وهو المقابر يعني جمع مقبرة، ويصح أن تقول تقول مقبرة بفتح الباء، ويصح أن تقول بضم الباء مقبرة، يصح أن تقول مقبرة ويصح أن تقول مقبرة. ففي الآية دليل على أن الاشتغال بالدنيا والمكاثرة بها والمفاخرة فيها من الخصال المذمومة. قال تعالى: ألهاكم التكاثر، ومعنى ذلك أنكم تكاثرتم بالأحياء حتى زرتم المقابر، أي استوعبتم عددهم وصرتم للتفاخر والتكاثر بالأموات. وهكذا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى هلكتم وصرتم من الموتى، فأضعتم أعماركم فيما لا يجدي فائدة ولا يعود عليكم بعائدة في حياتكم الباقية الخالدة،
يقول العلماء إن زيارة القبور من أعظم الدواء للقلب القاسي، لأنها تذكر بالموت والآخرة، وذلك يحمل، يعني زيارة القبور يحمل على قصر الأمل والزهد في الدنيا وترك الرغبة في الدنيا. ثم قال سبحانه وتعالى بعد قول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال تعالى كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون، كلا إن تطلق بالقرآن ويراد بها الردع والزجر، وتطلق بالقرآن ويراد بها حقا، يعني معنى ذلك كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون، قال بعض العلماء هذا من باب التأكيد، لأن العرب إذا أرادت أن تقوي الكلام كررت الكلام، فالله يقول كلا سوف تعلمون، يعني حقا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. وقال بعض العلماء إن التكرار هنا المقصود منه في قولها في الجملة الأولى كلا سوف تعلمون، يعني كلا سوف تعلمون إذا جاءتكم سكرة الموت وأنتم ما زلتم في الانشغال بالتفاخر والآباء والأجداد والأموال وأشغلكم ذلك عن طاعة الله، ستعلمون حقا ماذا يصير عليكم من الجحيم أو النار. وتكون الجملة الثانية ثم كلا سوف تعلمون، يعني أنكم إذا دخلتم المقبرة وأتاكم وسألكم وسئلتم من ربكم ما دينك ما نبيكم، عند ذلك تدركون أنكم كنتم على خطأ وأنكم انشغلتم بالأموال والأولاد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. المقصود أن قول الله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، إما أن يراد بها التكرار والعرب تكرر لتؤكد الشيء، أو المقصود منها أن كلا سوف تعلمون الأولى عند سكرات الموت والثاني عند دخول المقبرة. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، المعنى ليس الأمر كما تظنون أو تتوهمون أن فضل الإنسان بكثرة أمواله أو أولاده أو عشيرته أو بل العبرة بالعمل الصالح والعلم النافع. يقول الحسن البصري لا يغرنك كثرة من ترى حولك، فإنك تموت وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك، والمعنى ازدجر عن مثل هذا العمل الذي لا تكون عاقبته إلا القطيعة والهجران والضغينة والأحقاد، والجأوا إلى التناصر على الحق والتكاتف على أعمال البر والتضافر على ما فيه حياة الأفراد والجماعات من تقويم الأخلاق وتطهير الأعراق، وإنكم سوف تعلمون عاقبة ما أنتم فيه من التكاثر إذا استمر بكم هذا التفاخر بالباطل بدون عمل صالح نافع لكم في العقبة. ثم أكد هذا وزاد في التهديد فقال ثم كلا سوف تعلمون، كرر الردع تأكيدا للزجر والإنذار. إذن الله تعالى يقول كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين، الوقف يكون عند آية إيش؟ كلا لو تعلمون علم اليقين، ما يكون هناك وصل، يعني بعض الناس يخطئ فيقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني يأتي بلترون الجحيم يصلها بلترون الجحيم لا توصل، وإنما يكون الوقف كلا لو تعلمون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ثم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم يقف ثم يقول ثم يعني يقف كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم يقف هكذا، ثم يأتي بعدها بالآية التي بعدها ترون الجحيم. فالله سبحانه وتعالى يقول كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين فتقف، كلا لو تعلمون علم اليقين ثم تقف، ثم تقول لترون الجحيم، لأن لترون الجحيم مستأنفة
وهي جواب قسم محذوف، والمعنى والله لترون الجحيم، وهي النار، إذا استمرتم على الانشغال بالأموال والأولاد عن طاعة الله سبحانه وتعالى لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، يعني سترون ثم لترونها عين اليقين، لأن العلماء يقولون إن هناك شيء اسمه عين اليقين، وهناك شيء شيء علم اليقين، والثاني عين اليقين، والثالث إيش؟ حق اليقين، كل مرتبة أرفع من الأخرى. فلو جاء واحد وحدثك عن البحر هذا علم اليقين، ثم رأيت البحر هذا عين اليقين، زاد يقينك، ثم لما تضع قدمك في البحر أو تركب البحر هذا حق اليقين، أعلى المراتب. ولذلك فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أراد أن يرتفع إلى حق أراد أن يرتفع إلى عين اليقين بعد علم اليقين، قال الله أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ازداد يقيني، يريد المنزل العالية. فماذا وضع الله، ماذا حصل معهم؟ الله هو كان عنده علم اليقين، قال كيف تحيي الموتى، فنقله الله رب العالمين، هو يريد عين اليقين، فالله نقله إلى أرفع الأشياء وهو حق اليقين، حتى مسك الطيور بيده عليه الصلاة والسلام وقطعهن ثم فرقهن ثم أتن إليه، يعني أتت إليه الطيور. فالله تعالى يقول ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن، يعني يوم القيامة، عن النعيم. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهو جائع، أفضل شخص أشرقت الشمس على وجهه عليه الصلاة والسلام، يعني انظر إلى الفقر وصل به إلى هذا، أتته الدنيا وذهب عنها وترك صلى الله عليه وسلم، خرج جائعا صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو بكر وعمر، فتقابلوا فسألهم صلى الله عليه وسلم ما الذي أخرجكم؟ قالوا أخرجنا الجوع، قال أنا ما أخرجني إلا هذا، الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام يقول هذا. فهم كانوا كل واحد من أبو بكر وعمر كل واحد منهم رابط على بطنه حجر، أما الرسول ربط حجرين من الجوع، فما كان منهم إلا أن ذهبوا إلى واحد من الأنصار عنده بستان وفيه من الكرم ما الله بعليم، الصحابة كلهم كرماء، اسم هذا الرجل أبو الهيثم، وذهبوا إليه. ولما في روايات كثيرة بالحديث، من ضمن الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم، ما كان الرجل موجود الصحابي، يعني الرسول أبو بكر وعمر، فقال السلام عليكم، فالمرأة ما ردت عليه، ثم سلم مرة ثانية ما ردت، ثم سلم صلى الله عليه وسلم ثالثة ما ردت عليه، ثم ولى صلى الله عليه وسلم فلحقته المرأة، فسألها أنها لم ترد، قالت أريد هذا الدعاء منك يا رسول الله، السلام علي وعلى أولادي، يعني معنى كلامها. وبرواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم هو الصحابة وقفوا، ثم أدخلتهم المرأة وسأل الرسول عن الزوج، عن زوجها أبو الهيثم، فقالت ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتينا بالماء. ثم دخل هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه، فلما رأى نبي الله أفضل شخص ورأى أفضل الصحابة بكر وعمر، قال ما أظن أن هناك أكرم أضيافا مني هذا اليوم. فماذا فعل رضي الله عنه؟ والحديث صحيح في صحيح مسلم، ماذا فعل؟ ذهب وأتى لهم بتمر، اختصر القصة، أتى لهم بتمر ونوع لهم من التمر، ما أتاهم بنوع واحد. والرسول سألوا عن هذا، قال يا رسول الله أريد أن يعني تختارون ما بين رطب وتمر وغيره، ثم أتى لهم بالماء، ثم أخذ المدية عند العرب السكين، الرجل كريم، فقال صلى الله عليه وسلم، عرف الرسول صلى الله عليه وسلم سيذبح لهم جدي، فقال إياك والحلوب، يعني لا تحلب، يعني لا تذبح التي تحلب، يعني لأنكم يعني تستفيدون منها، فذبح جديا ولد المعز صغير، ثم ذبح ثم طبخ لهم الطعام وهو زوجته، ثم أكل صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهى صلى الله عليه وسلم قال لتسألن عن هذا النعيم. كم صنف الآن موجود على المائدة؟ ثلاثة أصناف، ماء وتمر وإيش هذا ولحم. طيب الآن كم يوجد على المائدة من أصناف؟
فالإنسان يسأل عن هذا النعيم، هل شكر الله على هذه النعمة؟ لأن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. هذا هو ما سمع، هذا الملخص إجمالي لتفسير هذه السورة، سورة التكاثر. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يشرح صدور الإسلام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهدي لما تحب وترضى. صلى الله على نبينا محمد وأصحابه أجمعين.